موقع فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما نرسل المرسلين إلا ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا سفرنا هذا نصبا.
قال سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت
شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من
ترجمة